السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاية لكم فيديو جديد، وهنعمل مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت هتخلي جسمك ما شاء الله شغال اكنه كده مكنة بتحرق ليل نهار. العشبة اللي احنا جايبينها دي يا جماعة، او الورقة اللي احنا جايبينها ديت، ده هتنحف معاك الجسم، وكمان هتنزل كل الدهون المتراكمة اللي في منطقة البطن. كمان عايزه اقول لكم ان الوصفه دي كمان بتشتغل على منطقه الصدر والجوانب والارداف، يعني ان شاء الله لو احنا جربناها بس خلال اول 3 ايام هتنزل معاكي وزن بطريقه كبيره جدا، وهتنزل معاكي كل الدهون العنيده. النهارده يا جماعه هنعمل مع بعض وصفتين اتنين، وانصحكم الوصفتين الاتنين يا ريت تعملوهم، لانهم الاتنين بيكملوا بعض. هنعمل وصفه كدهان وهنعمل وصفه كمشروب من نفس المكون اللي انتم شايفينه دوت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. عايز اي حد يا جماعه بيشوف الفيديو يضغط لايك، ويا ريت كمان تشيروا الوصفه علشان ان شاء الله ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهارده. طيب مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا، انا النهارده معايا دي الورقه المعجزه. ده طبعا يا جماعه بنقول عليها ورق الغار او ورق اللورا او ورق الرمل، ورق موسى، هو له اسماء كتير جدا. يا ريت كمان يا جماعه اللي يعرف له اسم تاني يكتب لنا برده في الكومنتات، علشان ان شاء الله الفايده تعم مع الجميع وكلتنا نعرف الاسامي. طيب مبدئيا يعني كده انا هاخد من الورقه دي يا جماعه حوالي 7 ورقات اهو. طبعا يا جماعه اللي الورق دوت انا هغسله علشان لو في اي عفار او اي غبار، ده طبعا علشان اضمن ان الوصفه اللي انا هعملها تبقى كويسه اهو، لان طبعا ان شاء الله هنستخدمه كمشروب، وهننزل عليهم بالميه وهنبدا ان احنا نغسله كده اهو، علشان لو في اي غبار ولا اي عفار ده تقضي عليه تماما اهو بالشكل ده كده. هنجيب بقى اي بولة او اي حاجة هتتحط على النار، وهنبدأ ان احنا نحط اول مكون معانا في الوصفة بتاعتنا النهاردة اهو. تمام. طيب نشوف مع بعض تاني مكون. تمام، معايا المكون التاني اللي هو الحبهان او الحب هيل زي ما انتم شايفين. هنستخدم في وصفتنا النهاردة حوالي 5 6 حبايات او 7 حبايات بالشكل ده كده اهوت. ده طبعا يا جماعه بيزود معايا معدل الحرق، بيقضي على كل الدهون المتراكمه او الدهون العنيده. عايزه اقول لك كمان ان الحبهان ده يا جماعه او الحب هيل ده بيشتغل على منطقه البطن بالاكتر، ده بينزل كل الدهون المتراكمه الموجوده في منطقه البطن. تمام، ده كده تاني مكون انا حطيته اهوت. طيب تعالوا نشوف مع بعض المكون التالت. المكون التالت يا جماعه طبعا زي ما انتم شايفين معايا القرفه. طبعا كلنا عارفين فوائد القرفه ان هي يعتبر بتزود معدل الحرق عندي، وكمان بتظبط مستوى السكر في الدم اهو. انا هاخد واحده بس كفايه اهو. طبعا يا جماعه الناس اللي عندها القرفه الناعمه ممكن تستخدمها عادي، بس انا في الوصفه بتاعتي انا بفضل القرفه الخشب. تمام. طيب تعالوا بقى كده نشوف مع بعض اخر مكون معايا طبعا اللي هو اهوت. ده يا جماعه الشمر، عارفين ده برضو الشمر، اسمه الشمر او حبه الحلاوه، هو بيبقى له الاسامي دي كده اهوت. هناخد معلقه منه بالشكل ده كده اهوت. لو انت ما تعرفيش اسمه ممكن تاخدها سكرين شوت كده وتوريها للعطار هيجيب لك زي هي بتبقى قريبه شويه كده من الليسون اهو. كل المكونات اللي انا حطيتها دي يا جماعه هناخدها كده على 3 كوب ميه اهوت. ده كده كوبايه كبيره اهوت، ده كده يا جماعه حوالي 3 كوبايات. هنرفعهم على النار، واهم حاجه في الوصفه بتاعتي ان انا اغطي عليها علشان طبعا الزيوت الطياره. تمام، ناخدهم ونغطي عليهم ونحطهم كده على النار هاديه لمده 5 دقايق ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهوت، وده طبعا اللون بتاعها. هنبدا دلوقتي نصفي الوصفه. ده طبعا الكميه الباقيه ان شاء الله هتبرد، واهم حاجه نغطي الوصفه بتاعتنا علشان طبعا قلنا البخار ده يا جماعه ده فيه زيوت طياره، فانا عايزه احتفظ به. تمام اهوت، كده دلوقتي الوصفه جاهزه معايا. طيب هنعمل ايه تاني؟ شيل ده كده على جنب. دلوقتي يا جماعه معايا خل التفاح اهو. طبعا بعد ما تبرد خالص، بعد الوصفه بتاعتي ما تبرد خالص
والبخار ده خلاصي انتهى. بس انا طبعا يعني بعمل قدامكم الوصفه علشان انتوا تشوفوها معايا، بس انتوا ساعه ما تيجوا تستخدموها لازم يكون بارده شويه معاكي، يكون ايه يعني هاديه خالص كده معاكي، تشربوها بس دافيه مش تكون سخنه قوي والبخار طالع منها. هنبدا دلوقتي ان احنا نحط اهوت معلقه كده من خل التفاح اهو، بالشكل ده كده. بعد كده يا جماعه ده طبعا اختياري، العسل النحلي ده يا جماعه اختياري، ممكن ان انت تحطي نص معلقه اهو، طبعا قلنا اختياري انت وراحتك، يعني حابه تشربوها كده مفيش مشكله، حابه ان انتم تحطي نص معلقه عسل نحل اهو برضو مفيش مشكله، حابين تحطوه مفيش مشكله، بس الافضل ان انتوا تشربوا الوصفه كده من غير عسل اهي، ده علشان الناس اللي هتقول انا مش هقدر ان انا اشربها وهي ايه مره اهي، اما لو انت قدرتوا تشربوها وهي كده خلاص عادي مش لازم العسل. طيب الوصفه كده يا جماعه جهزت معايا يا دوبك كده على الشرب. طيب هنشربها امتى؟ هنشربها 3 مرات في اليوم، مره الصبح على الريق، والمره الثانيه بعد وجبه الغداء، والمره الثالثه بعد وجبه العشاء. بس طبعا انا بفضل يا جماعه الناس اللي بتتعشى ما تتعشاش من بعد الساعه 6، خلاص توقف العشاء خالص، العشاء بتاعي يكون الساعه 6، بعد كده خلاص تمام. تعالوا بقى نعمل الوصفه اللي بعد كده اللي احنا هنعملها كدهان، هنحط كده ده على جنب. دلوقتي يا جماعه هنعمل كدهان اهوت، الوصفه بتاعتنا اللي احنا هنعملها كدهان بالشكل ده كده اهو. ده طبعا هناخد برضو نفس الورق الغار او ورق اللورا زي ما انتم شايفين او ورق موسى، هناخد بقى بس مش هناخدها طبعا وهي بالشكل ده كده، لا هناخدها مطحونه، يعني هناخد كميه من الورق دوت وهنطحنه، هيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه معايا بالشكل ده كده اهو، كانه بودره كده، هناخد منه ملو معلقه كده اهو. بعد كده يا جماعه هننزل عليها بمعلقه من زيت الزيتون اهو بالشكل ده كده اهو، هنلفه كويس جدا زي ما انتم شايفين، وهنشوف مع بعض برضو ثالث مكون. ثالث مكون معايا يا جماعه اللي هو الفازلين، هناخد برضو كده منه معلقه بالشكل ده كده وهنفضل برضو ندوب الفازلين مع الزيت مع ورق الرند اهوت او ورق الغار لغايه ما يبدا ان هو يدوب معايا بالشكل ده كده اهو، بدا ان هو يدوب معايا اهوت ويبقى كدهان طبيعي، شايفين بقى عامل ازاي. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا بقى بالشكل ده كده، طبعا عايزين تضاعفوا الكميه مفيش مشكله. طيب هنستخدمها ازاي؟ ده طبعا يا جماعه هنستخدمها كده كدهان على المنطقه اللي احنا ندينا، لو يكن حتى منطقه البطن اهم حاجه، هنجيب فوطه مبلوله ميه دافيه وهنمشيها على منطقه البطن، بعد كده هنقوم مستخدمين الدهان اللي احنا عملناه دوت طبعا يا جماعه ميه دافيه علشان تفتح المسام، علشان الوصفه تتغلغل داخل الجلد بتاعت المسام بتاعتي تمام. بعد كده هندهن الوصفه بتاعتنا على البطن اي منطقه انتوا عايزين تدهنوها. بعد كده انا عندي كيس استريتش او كيس نايلون، هنلف المنطقه اللي احنا دهناها وهنسيبها لمده ساعه او ساعتين، بعد كده هنشطفها بميه عاديه خالص من الحنفيه علشان اقفل المسام تمام. يبقى انا كده خلاص خلصت الوصفه بتاعتنا بالشكل ده كده، وعملنا كمان مع بعض وصفه تانية اهيت، يبقى احنا كمان عملنا بالفيديو بتاعنا وصفتين اتنين بالشكل ده كده. الوصفه دي كشرب هنشربها 3 مرات في اليوم، وطبعا قلنا هنشربها امتى، والوصفه ديت كدهان تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو وشيروا الوصفه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.